النهاردة يا جماعة هنتعلم حاجة جديدة، وهي ازاي نعلق التلفزيون على الحيطة، يعني ازاي تركب حامل التلفزيون. ده منظر التلفزيون يا جماعة بعد ما بيتعلق. خليكم معايا ان شاء الله هنشوف ازاي التلفزيون اتعلق على الحيطة كده. رجعنا لكم تاني يا جماعة، وادي الحامل بتاعنا اهو. ده بيتكون من 3 قطع، ادي قطعة وادي قطعة وادي قطعة. القطعتين دول خاصين بالشاشة، والقطعة دي خاصة بالحيطة، دي اللي هتثبت معايا على الحيطة. تعالوا نشوف هتثبت ازاي. اول هام هحطها هنا كده على الحيطة، على المستوى اللي انا عايزه بتاع التلفزيون بتاعي، وهعلم باي قلم او اي مفك على الاخرام هنا. هدي 4 اخرام هنا في الحيطة، بعد ما خدت المستوى بتاع التلفزيون بتاعي والقاعدة بتاعتي خلاص، هعلم الـ4 اخرام في الحيطة هنا. خرمت الـ4 اخرام بتوعي دول اهم زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اركب القاعدة بتاعتي اللي هي الخاصة بالحيطة زي ما انتوا شايفين كده. بس انا في حاجة عاملها تاني هنا اضافي للحامل ده. ايه هي؟ انا مدي عليات خشب زي ما انتوا شايفين كده، بحيث تنطرني بالتلفزيون بره، عشان طبعا هنا الفيش جاية ورا التلفزيون على طول. فلو انا ركبت الحامل على الحيطة هنا كده هو، والتلفزيون ركب، محدش هيقدر يمد ايده يحط فيشة او يطفي المفتاح بتاع الفيشتين دول. الفيشتين دول معمولين على مفتاح زي ما انتوا شايفين كده. طبعا محدش هيقدر يمد ايده لان التلفزيون هيبقى كابس على الحيطة. فانا عملت ايه؟ اديت عليات خشب هنا بحيث تنطرني بره شوية، بحيث اقدر احط الفيش بتاعتي. وهركب القاعدة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهي، ادي المسامير بتاعتها. طبعا انا حاطط خوابير في الحيطة هنا اهي، وهحط علاية كمان الفبر دي، جايب 4 علايات، وهبدأ اربط مساميري. طب قلنا لو ما عندكش شنيور هتعمل ايه؟ هتجيب مسامير صلب 10 سنتي، وتدقها في الحامل هنا في الحيطة على طول بعد ما تحدد المستوى العلوي بتاعك. دقيت الـ4 مسامير الصلب بتوعك تمام، ما تخافش بعد كده. وادي الناحية التانية برضو نفس الكلام، حاطط علاية اهي برضو خشب. والعلاية الفبر برضو. طبعا الخشب ده مش باين يا جماعة، ما تقلقوش يعني، ان بيبقى ورا التلفزيون ده، بس عشان ينطرني بره الحيطه شويه. احنا لسه ما جيناش جنب التلفزيون حاجه، احنا كده كل ده بنثبت الجزء اللي هو الخاص بالحيطه، لسه في جزء خاص بالتلفزيون. وانا نسيت اقول لكم يا جماعه في الاول خالص، ان الحامل ده نوعين، نوع ثابت ونوع متحرك. ده النوع الثابت، في النوع المتحرك اللي هو بيطلع بالتلفزيون قدام وبيجي يمين وبيجي شمال. هنعمل لكم فيديو برضو تاني ان شاء الله باذن الله قريب عن النوع ده بيركب ازاي. طبعا دي لو مش مسامير برمة ومسامير صلب، هدق على طول بالشكوش في قلب الايه الكلام ده، لو انا ما عنديش شنيور عشان اخرم بيه في الحيطة. هجيب مسامير صلب 10 سنتي، طبعا الحامل بتاعي بقى زي الحديد اهو، ماسك في الحيطه زي ما انتم شايفين. اهم حاجه يبقى جامد ماشي. اجي بقى للجزء الثاني. الجزء الثاني اللي هم دول خاصين بالتلفزيون. دول هيركبوا ازاي؟ خليكم معايا. بتاع التلفزيون يا جماعه بتاعه اهو، بجيب القطعه دي اللي فيها الاخرام كتير ديت، دي عشان الدرجات لو عايز اطلع بالتلفزيون شويه، عايز اوطى بيه شويه. ودي مجرة تحت هي عشان برضو المسمار يتحرك فيها زي ما هو عايز، بحدد الخرم اللي انا هركب فيه. وهنا المجرة دي المسمار بيفضل طالع نازل. هنا هتلاقي 4 اخرام في ظهر التلفزيون بيركب فيهم المسامير بتاعت الحامل ده اللي انتوا شايفينه ده. انا عن نفسي هنا واخد المستوى بتاعي وهركب في الخرم التالت ده، وهبدأ اربط مساميري في الخرم بتاع التلفزيون ده زي ما انتوا شايفين يا جماعه اهو، بربط المسامير اللي في الظهر بتاع التلفزيون اهو.
طبعا الكل هيسأل عايز يعرف المسامير اللي هنا دي بتاعت ايه، خاصة بايه. هقول لك عليها بعد ما نخلص رباط القطعة التانية. طبعا انا راكن الشاشة على شلتتين ورا عشان الشاشة ما تتكسرش. المسامير دي بتبقى تحت يا جماعة، من تحت اهي. الاخرام دي بتبقى من فوق. اهم حاجة ركبت هنا في الخرم الثالث، ركبت هنا في الخرم الثالث عشان يبقى نفس المستوى واحد، ما ركبش واحد عالي وواحد واطي، الاثنين يبقوا في مستوى واحد. وهبدأ اعلق التلفزيون بتاعي وهنشوف مع بعض. قبل ما اعلق التلفزيون يا جماعة احب اقول لكم على حاجة. شايفين الشفتين دول المفتوحين دول؟ هما دول اللي بيتعلقوا عندي على الشفة اللي هي راكبة في الحيطة، تمام؟ والمسمارين دولت اللي بيتربطوا بالمفك، بحط المفك من تحت من هنا كده وبربط المسامير بتاعتي بحيث تزنق على الشفة اللي تحت بحيث التلفزيون ما يطلعش لفوق ويخرج تاني. يعني بحكم التلفزيون بتاعي بين الشفتين اللي هم راكبين على الحيطة. هنشوف ازاي دلوقتي مع بعضينا كده. انا هعلق التلفزيون يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الشفة اللي انا هعلق فيها دي اهي. التلفزيون اتعلق في الشفة بتاعته اهو. وهبدأ اربط المسامير اللي انا قلت لكم عليها اللي بتتربط من تحت بحيث احكم الشاشة بتاعتي. شايفين الشاشة بتعمل ازاي؟ وممكن اي حد هيرفعها طبعا هتروح واقعة. لو انا ربطت المسامير اللي انا قلت عليها ديت، هات الكاميرا تحت كده. لو انا ربطنا المسامير اللي احنا قلنا عليها دي اهي، معلش هي بتبقى مزنوقة شوية بس لازم تتربط. مجرد ما انا اربط المسمار ده انا حكمت الشاشة بتاعتي، لا هتروح يمين ولا هتروح شمال ولا هتطلع لفوق. وهنشوف مع بعض بعد ما اربط المسمارين. وبكده يا جماعة انا ربطت شاشتي اهيت، ما بتطلعش اهي زي ما كانت الاول بتطلع ولا بتطلع لفوق. اتحكمت شاشتي وبكده اطمن على الشاشة وهي متعلقة على الحيط. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسناش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.